تمنحينا لفتة من طهر عينيك الوجود. رسخ الإيمان فينا قديسينا، أنت يا عذراء يا ورد الورود، 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 أنت يا عذراء يا ورد الورود. أمنا العذراء يوما قد تجلت لابنة بالحب والطهر تحلت، أفصحت عن رغبة جسدها كاهن عن بره الآيات جلت. شئتنا باقة ورد فامنحينا لفتة من طهر عينيك الوجود. رسخ الإيمان فينا قديسينا، أنت يا عذراء يا ورد الورود، 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 أنت يا عذراء يا ورد الورود. فنشأنا قلة كنا وكان لاسم ورديتنا فرح الجنان، وانطلقنا نحمل طفل به نزرع الشرق سلاما وأمان. شئتنا باقة ورد فامنحينا لفتة من طهر عينيك الوجود. رسخ الإيمان فينا قديسينا، أنت يا عذراء يا ورد الورود، 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 أنت يا عذراء يا ورد الورود. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. كل عام وانتم بخير. في بداية هذا القداس نضع أنفسنا تحت حماية أمنا مريم العذراء، طالبين شفاعتها وحمايتها لنا جميعا، ولنبدأ بطلب المغفرة من الله على جميع خطايانا. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة لأني خطأت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية
وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. آمين. Kyrie نسألك يا رب فيض نعماتك علينا نحن الذين عرفنا ببشارة الملاك تجسد ابنك المسيح، فنبلغ مجد القيامة بشفاعة مريم العذراء أمه وبآلامه وصليبه. هو الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. بعد أن رفع يسوع إلى السماء رجع التلاميذ إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها،
وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. شكرا لله. يا رب اليوم نسمع يوم
بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير. المجد لك يا رب المجد لك. وفي الشهر السادس أرسل الله الملاك جبرائيل إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم الفتاة مريم. فدخل إليها فقال: السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. فداخلها اضطراب شديد لهذا الكلام، وسألت نفسها ما معنى هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، فقد نلت حظوة عند الله، فستحملين وتلدين ابنا فسميه يسوع. سيكون عظيما وابن العلي يدعى، ويوليه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر، ولن يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا ولا أعرف رجلا؟ فأجابها الملاك: إن الروح القدس سينزل عليك، وقدرة العلي تظللك، لذلك يكون المولود قدوسا وابن الله يدعى. وها إن نسيبتك إليصابات قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك التي كانت تدعى عاقرا، فما من شيء يعجز الله. فقالت مريم: أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. كلام الرب. التسبيح لك أيها أخوتي الكهنة، أخواتنا وأمهاتنا راهبات الوردية، أيها الإخوة والأخوات، لكل عيد من أعياد أمنا مريم العذراء معنى خاص ونكهة خاصة. اليوم عيد العذراء سيدة الوردية، وهو عيد نعم له معنى خاص ونكهة خاصة، خاصة أننا نحتفل بهذا العيد مع خواتنا راهبات الوردية، يعطي معنى لهذا العيد. اليوم نكرم أمنا مريم العذراء من خلال هذا اللقب سيدة الوردية، نكرمها من خلال المسبحة الوردية، هذه هي الصلاة الرائعة، نتأمل من خلالها في حياة وفضائل مريم العذراء. المسبحة الوردية هي صلاة رائعة وبسيطة، بسيطة بمعنى أنها للجميع، الجميع يصلي المسبحة، كبير صغير بغض النظر عن أي أحوال، هي صلاة للجميع. وهذه الصلاة التي تكشف لنا من هي أمنا مريم العذراء. من خلال الكلمات التي قيلت لمريم من الملاك جبرائيل ومن إليصابات، هذه التي نبدأ بها السلام عليك يا مريم، والتي نكررها خلال المسبحة الوردية، نشارك أمنا مريم العذراء في التأمل بهذه الكلمات السماوية، كما سمعتها مريم العذراء نقولها، نصليها ونتأمل بها. هذه الكلمات استطيع أن أقول كلمات سماوية، كلمات تأتي من السماء. الجزء الأول هو للملاك جبرائيل الذي أرسله الله من السماء،
والقسم الثاني لإليصابات التي قالتها مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك، قالتها بإلهام من الروح القدس. هي كلمات سماوية، كلمات رائعة تأتي من السماء. وهكذا نعمل مثل مريم العذراء. يقول لنا الإنجيل أن مريم كانت تحفظ هذه الأمور وتتأملها في قلبها. وإحنا لما بنكرر هذه الكلمات نتأمل في هذه الكلمات مع مريم العذراء. أقول مع مريم لأن مريم عندما سمعت هذه الكلمات لا أعتقد أنها فهمت كل شيء، لا أعتقد أنها فهمت عمق هذا السر اللي الملاك بشرها به. بقيت دائما تتأمل بكلمات الملاك، كلمات عظيمة: الروح القدس ينزل عليك، المولود قدوسا ابن الله يدعى. بالنسبة لصبية من الناصرة أكيد كانت تنتظر قدوم المسيح، ولكن هذه الكلمات أخذت وقت مع مريم العذراء لكي تفهمها. وحتى في البشارة التي قرأناها اليوم مريم تتساءل: ما معنى هذا السلام؟ كيف يكون ذلك؟ أكيد هذه الأسئلة اللي طرحتها مريم العذراء حتى تفهم الرسالة من السماء. احنا بعد 2000 سنة بعدنا ما فهمناش عمق هذه الكلمات، عمق سر التجسد ومعناه فعلا اللي حصل من خلال مريم العذراء. صلاة المسبحة لما نصلي السلام عليك ونكررها وشبهها بالمطر. يقولون الفلاحين بيعرفوا المطر اللي بيفيد الأرض والزرع والمطر الخفيف المستمر، مش المطر القوي اللي بيجي مرة واحدة بعدين بينقطع الشتاء. إذا بيجي الشتاء بشكل قوي ما بيفيد الزرع لمرة واحدة، ولكن المطر الخفيف المستمر يعطي يعني يفيد الزرع ويعطي ثمر. صلاة المسبحة الوردية نفس الشيء، هي هذه الصلاة اليومية، صلاة المستمرة كالمطر النعم التي نحصل عليها لكي تعطي ثمر في حياتنا، لكي تروي الأرض، تروي نفوسنا، ولكي نحصل على النعم التي لا تحصى من هذه المسبحة الوردية وتجعلنا تلاميذ أمناء لله. في صلاة المسبحة نتأمل نعم بالكلمات السلام عليك يا مريم التي نقولها، ونتأمل أيضا في الأسرار، أسرار الفرح، أسرار الحزن، وأسرار المجد. نتأمل في أسرار حياة السيد المسيح بعيون مريم العذراء كما كانت تراها مريم العذراء. نفرح ونحزن ونتمجد سوية مع مريم. تذكروا هاي الكلمات من القديس ماري ألفونسين اللي بتقولها عن المسبحة؟ نعم، من خلال هذه الأسرار مع مريم نفرح ونحزن ونتمجد مع مريم. هذا التأمل يجعلنا نتوحد مع مريم، نعيش عواطف مريم العذراء، نعيش مشاعر مريم العذراء، فرحها، حزنها، مجدها مع مريم. نعيش هذه الأسرار ونتأمل فيها بعيون مريم العذراء. أحيانا نتساءل عن صلاة المسبحة الوردية، هل هي صلاة مريمية أو صلاة إنجيلية؟ دائما بقولوا صلاة إنجيلية. الصلاة إنجيلية بمعنى أنه تدور حول أحداث حياة السيد المسيح. أنا لا أرى تناقض ما بين الطرفين، لا أرى أي تعارض. نحن نتأمل نعم في أسرار حياة المسيح، لأنه كل الأسرار تحكي لنا عن مراحل حياة المسيح، ولكن نتأمل فيها مع مريم كما عاشتها مريم. من خلالها هذه الصلاة هذه الصلاة تقدسنا، لأنها تجعلنا أكثر شبها بأمنا مريم العذراء، هذه القديسة الممتلئة بالنعمة. فهذه هي النعم الكثيرة التي نحصل عليها من مريم العذراء. وأخيرا، فإن المسبحة كما نعلم هي قوة عظيمة تحصل لنا على نعم كثيرة، نعم نطلبها ونعم لا نطلبها، نعم نعرفها ونعم لا نعرفها. فعلا هذه المسبحة الوردية بهذه القوة. من كلمات القديسة ماري ألفونسين اللي عندها خبرة في محبتها
لصلاة الوردية. بتقول: تلهمني أن الوردية سلامي وقوتي، ولما كانت تضعف قوة نفسي كنت أتلو الوردية وأحس باتكالي على أمي الإلهية فأجد نعمة وقوة. هذه القديسة التي اختبرت في حياتها معنى الوردية، هذه القديسة التي عاشت روحانية الوردية، عرفت قوة الوردية بصلاتها المتتابعة، لذلك طلبت من الراهبات أن يصلوا المسبح الوردية كل يوم، لأن اختبرت معنى وقوة التقديس اللي موجودة في صلاة المسبحة الوردية. ولذلك يحق لهذه القديسة أن تقول لراهباتها: الوردية كنزك. نعم، هذا الكنز. إذا أردنا أن نكرم مريم العذراء أمنا، لنتلو المسبحة الوردية. إذا أردنا أن نتشبه بأمنا ونعيش ما عاشته في القداسة، لنتلو المسبحة الوردية. إذا أردنا طريقا ملوكيا للتأمل في حياة المسيح وفي أسرار حياته، لنتلو كلمات الوردية، هذه الكلمات الرائعة، كلمات المسبحة، فيكون تأملنا في أسرار حياة المسيح مع مريم ومن خلال مريم وبعيون مريم العذراء ومشاعرها. لتحمكم جميعا أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، لتسبغ النعم عليكم جميعا جميع الحاضرين هنا، ولتملأكم بنعم وتملأكم بالنعمة، هي الممتلئة نعمة وهي أم النعم. وصلاتنا اليوم مخصصة بشكل خاص لرهبانية الوردية، لكي يمنحها الله بشفاعة مريم النعم الغزيرة، ولتحمكم جميعا مريم ولتمنحكم السلامة والقوة. آمين. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما لا يرى، رب قد يسمع، من الله الوحيد المولود من الآب قبل أن يكون، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوى للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله وأيضا يأتي بمجتمع يأتي بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الإخوة الأحباء، إننا في هذه الذكرى الغالية، ذكرى سيدة الوردية، يطيب لنا أن نتوجه إلى الله برجائنا وصلاتنا من أجل أن يهبنا بشفاعة صاحبة العيد السيدة العذراء أم المسيح وأم المؤمنين أن ننتصر على أعداء أنفسنا مثل ما انتصر. نصلي من أجل الكنيسة جمعاء كي يحفظ الله القدير قداسة البابا فرانسيس وجميع الأساقفة، ونخص بالذكر أسقفنا جمال خضر وجميع الكهنة والمكرسين
لتظللهم أمنا مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة بستر حمايتها وبركتها، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. إني أثبتكن باسم أفراحي وباسم أحزاني وباسم أمجادي، كلمات رددتها أمنا مريم العذراء للقديسة ماري ألفونسين من أجل بناتها راهبات الوردية. ونحن اليوم نضم صلواتنا مع صلوات أمنا مريم العذراء كي يزهر حقل الوردية ويثمر ثماراً طيبة من خلال رسالة كل راهبة وردية، بشفاعة مؤسستنا القديسة ماري ألفونسين، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. وسط فرح تقدمة الذات في الحياة المكرسة، نقدم صلواتنا من أجل كل المدعوين والمدعوات للحياة الكهنوتية والرهبانية، ولتكن سلطانة الوردية هي المرشدة والمعلمة الروحية لهم في طريقهم نحو الملكوت، إلى الرب نطلب. الوردية مزمعة أن تنزع من الأرض كل شر وبلية. نصلي من أجل كل الأسر المسيحية لتتخذ من صلاة الوردية سلاحاً لرفض الرذائل واكتساب الفضائل، متأملين بحياة وفضائل مريم العذراء التي بورديتها تشركنا بأسرار حياة يسوع المسيح الخلاصية، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قضيت أن تكون السيدة العذراء أما لك وأما لأتباعك ومحبيك، نسألك بحق ما لأمك عندك من مكانة أن تجعل سبحتها أنشودة رائعة على أفواه المؤمنين، ووسيلة ناجعة يكرمونها بها ويلتمسون بها ما لها لديك من شفاعة لا ترد. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. Thank you.
صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمجد اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة باسمه. لنكن جديرين برفع هذه القرابين إليك يا إله الجلال، وإذ نقيم أسرار ابنك المكرمة أهلنا للحصول على مواعده، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نحمدك ونعظمك ونمجدك في عيد القديسة مريم سيدة الوردية دائمة البتولية. إنها حبلت بابنك الوحيد بقوة الروح القدس، ومع بقاء مجد بتوليتها أفاضت على العالم النور الأزلي يسوع المسيح ربنا. به الملائكة لجلالتك يسبحون، والسيادات لها يسجدون، والسلاطين منها يرتعدون، والسماوات وقوات السماوات والصارفين الطبويون بهتاف واحد إياها يبجلون. فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين: قدوس 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 الرب القوي إلى الصباؤون. السماء والأرض مملوءتان من مجدك. هوشانا في الأعلى، هوشانا في الأعلى، هوشانا في الأعلى. مبارك الآتي، مبارك الآتي باسم الرب. هوشانا في الأعلي، هوشانا في الأعلي، هوشانا في الأعلي. الخليقة التي أبدعتها لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذلك الروح عينا هذه القرابين التي أتيناك بها، فتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي،
الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما خلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختارك مع القديسة مريم البتول والدة الإله ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، ومع القديس يوحنا المعمدان شفيعنا، والقديس يوسف خطيب العذراء، وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لدي ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وجمع الأساقفة وسائر الرهبان والراهبات والإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات ابنيك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد لنصلي الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح والتي فيها نطلب أن نعمل بمشيئة الله دائما. هذه الكلمات التي تعكس كلمات مريم، ليكن لي بحسب قولك. مع مريم وبهذه الروح لنصلي جميعا ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا،
اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطية لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومعكم. تبادل السلام. سلام المسيح. الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. ربي وإلهي، أنا أمتك الضعيفة الجاثية الآن أمام مذبحك المقدس، والمتكلة على رحمتك وعلى نعمتك الإلهية فقط، والساعية إلى خدمتك وإلى مجدك الأعظم. أكرس نفسي لعزتك القديرة أمام والدتك مريم الكلية القداسة، وأمام الكنيسة المقدسة جمعاء، وإني أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة في رهبانية الوردية المقدسة، وأعدك ببذل جهودي كلها لأوفق بين سلوكي وكل حياتي وبين قوانين هذه الرهبانية. وبما أنك ألهمتني هذه النذور وهذه التضحية، فإني أرجو منك أن تبارك نذوري وأن تقبل تضحيتي متعطفاً، وأن تمنحني نعمتك لأتمكن من الإيفاء بنذوري على أكمل وجه، بشفاعة والدتك وأمي مريم العذراء سلطانة الوردية المقدسة، آمين. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاتا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة. حسبي أن أكون خادما في بيتك طول أيام حياتي. حسبي أن أكون
آبائي عندي ما دمتي معي.
يا سلطانة الوردية، يا سلطانة السلام، روعة الحب المقدس، يا شفيعة الأنام. سيادة المطران جمال دايبس النائب البطريركي في الأردن جزيل الوقار، حضرة الآباء الكهنة الأجلاء، أخواتي الراهبات الفاضلات، الحضور الكرام، تجمعنا اليوم كما المعتاد محبتنا البنوية الصادقة للأم البتول التي ارتضت مشيئة الآب القدوس أن تختارها من بين جميع نساء الأرض أماً لابنه الحبيب. تجمعنا لنلتئم حول مذبح الرب احتفاءً بمناسبة غالية على قلوبنا، عيد سلطانة الوردية المقدسة المؤسسة السماوية لرهبانيتنا الحبيبة، رافعين أكف الدعاء ومرنمين بمزامير الحمد والعرفان، وشاكرين من يتعظم الله فيها ويتمجد، وتطوبها جميع الأجيال على كل ما أسبغ الله علينا بشفاعتها من خيرات ونعم روحية وزمنية وإنجازات ونجاحات. جئنا وفينا رغبة ملحة بملء الثقة والطمأنينة لتسليم ذاتنا بين يديها العطوفتين ووضع مصيرنا تحت ستر حمايتها، مجددين العهد لإكمال المسيرة بهمة متقدة وعزيمة صلبة لتحقيق أهداف رسالتها التي خصت بها شرقنا من أجل النهوض بالمرأة العربية والأجيال الصاعدة تنويراً وتعليماً وتثقيفاً. ونحن في الوردية بنعمة الرب وعلى خطى مؤسستنا القديسة ماري ألفونسين وبفعالية صلواتها
نسعى جاهدين لتجسيد رؤى الوردية وأهدافها السامية محبة وخدمة وتربية. وباسم رهبانية الوردية رئيسة عامة ومجلسا استشاريا وراهبات، لا يسعني في هذه المناسبة البهيجة إلا أن أتقدم بأوفى مشاعر الشكر والامتنان من صاحب السيادة المطران جمال دعيبس جزيل الوقار، مثمنين له تلطفه بترأس هذا الاحتفال ليصلي لنا ومعنا ويسعدنا بحضوره الكريم. كما وأشكر الآباء الأجلاء على مشاركتهم بهذه الذبيحة الإلهية، والأخوات الراهبات اللواتي بحضورهن أشعن أجواء المحبة والأخوة، وأشكر الشمامسة وخدام الهيكل على حضورهم وخدمتهم. كما أقدر عالياً جهود أعضاء جوقة الترتيل الذين نقلونا بأصواتهم العذبة الشجية إلى أجواء روحانية عالية. الشكر الكبير للجنة الروحية في الأردن التي قامت بترتيب وتنظيم هذا القداس الاحتفالي. كما نقدم الشكر والتقدير لموقع الرهبنة ولمكتب نور سات وموقع أبونا دوت أورج على حضورهم ومساهمتهم الدائمة معنا. نتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للجميع، ونخص بالذكر العاملين في بيت الزيارة من راهبات وموظفين وعاملين، طالبة من سيدة الوردية أن تبارك أتعابهم، مستنزلين وافر النعم والبركات عليكم جميعاً، ونعمة الأمان والسلام في شرقنا ومنطقتنا والعالم بأسره، بشفاعة سلطانة الوردية المقدسة والقديسة ماري ألفونسين. وكل عيد وردية وأنتم جميعاً بألف خير. لنقف ولنصلي. في سر القربان المقدس هذا نخبر بموت ابنك وقيامته أيها الإله ربنا، فإياك نسأل أن نشارك المسيح في آلامه، لنشاركه يوما في المجد، هو الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. نشر عليكم سابغ الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري على يد المولود من مريم العذراء القديسة. والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة لتشملكم في كل زمان ومكان بحمايتها الوالدية. وأنتم يا من جئتم اليوم واحتفلتم في إيمان وخشوع بعيد مريم العذراء سيدة الوردية، عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. فينا بارك علي يا سلطانة الوردية، أعط فينا بارك علي يا سلطانة الوردية، اسمك حلو على قلبي، ورديتك فرض عليّ.
أثرك علي. ورديتك فاضت